ساعات الزوجه بيبقى عندها احوال كده او ردود بتمنعها من الاستئذان، تقول لك ايه احنا في زمن غير الزمن. برضه عليك انك تستاذني، لان ده حديث من النبي عليه الصلاه والسلام، واختاري صح اللي تستاذني. شوف انا بعمله اكرر اهو، اللي قلبك يطمن له يا بنتي ويبقى فعلا هيتقي ربنا فيك ويفهم معنى الكلام ده. او تقول ايه لا احنا فتره مش هستاذنه، احنا اصلا في فتره خصام وانا ما بستاذنوش في فتره الخصام، واحنا متصالحين ابقى نستاذنه. لا طبعا ده برضو مش صح، لان انا عايزه اقول لك ان فتره الخصام وتستاذني فرصه عظيمه جدا، واسمعوا مني، فرصه عظيمه جدا وانتم متخاصمين انكم تتصالحوا وتضيقوا الخلاف وتقفلوا باب من ابواب الشيطان عشان يفرق ما بينكم ويزرع الضغينه ولا كر ولا الكلام ده. يقول وما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه، كلمه الشيطان، فانا اقفل الباب. انا عايزه اقول لك ان مردود الامر ده عند زوجك هيبقى ازاي؟ تحفه جدا، هي برغم ان احنا متخاصمين لكن كبرت بيا واستاذني. يعلم من رصيدك عند زوجك. ويا بنتي نواياك في الامر، بصي اتباع سنه النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى الاتباع قطع باب الشيطان، فتح قلب زوجك عشان يقدرك ويحترمك. انتوا عارفين مين خير النساء؟ حتى لو وقت الخصام، نساء خير نسائكم الودود الولود العقود اللي دايما تكسر العوده لزوجها. حديث سيدنا عبد الله بن عباس عن الرسول عليه الصلاه والسلام، ونسائكم من اهل الجنه الودود الولود العقود على زوجها، اللي هي مين يعني؟ التي اذا غضب زوجها الغضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا اذوق غمضا حتى تر. هنا طبعا خلينا نقف هنا عشان انا عارفه الحريم بيقول ايه. تقول لك يعني عامل فيا لا، في امور ما ينفعش ان احنا نروح فيها الا لما ناخد وقفه، الايذاء اللفظي او الجسدي او الاهانه او التقليل او كده، لكن حاجات المناوشات اللي بتحصل في اليوم والليله ديت قاعد تروح لزوجها. يا ستي ما تروحش تقول له يا عم تعالى صالحني، وتيجي تصالحني خليه هو يجي، انا جيت صالحتك المره دي المرتين الجايين عليك عشان تذكر حظ الانثيين، بقى انا صالح مره وانت مرتين. المهم ان يبقى فيه نوع من مش هتقفلي عليه اصلا باب بقى، ده شوف بتعمل ايه، ده عنديه، ده نكديه، ده ما بت... لا لا لا، قفلنا الباب ده. وهو كمان ما يعلمها هو رايح مشوار، الراجل هيتاخر، الست قاعده للساعه 2 ما كلتش مستنياك. يا عم من باب الود والمعايشه ما تقول لها، ما بنقولكش استأذن ولا الكلام ده ولا عليك القصص دي، لكن قول لها من باب الود والمعايشه. نرفع رصيد كل من الزوج والزوجه في قلب التاني، ونمنع كتير جدا من المشاكل والطلاقات. ده النقطه الاولانيه اللي انا حبيت اتكلم فيها.